شاهدي الكرام، إنجاز على مستوى العالم حقق البطل الكويتي علي عسكر بعد أن فاز بثلاث ميداليات في بطولة العالم للقفز المظلي بالبدلة المجنحة. أنا قاعد أشوفه خايف. أنت خفتك اليوم، إحنا نسولف عن هالشيء الحين، قاعد نشوف الإنجازات تزيد في هذا المجال نجيب. يعني صراحة كلنا فخر بعلي اللي فاز بالمركز الأول في سباق السرعة وسباق المسافة والمركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم، وأيضا حطم ثلاث أرقام قياسية آسيوية في البطولة نفسها. ما شاء الله تبارك الرحمن. رحب فيك علي عسكر اللي مشرفنا اليوم بالاستوديو في برنامج شراكة كويتية. توقعتك بتفوز بس أتمنى بالله تهوي يعني أنت. لا المرة أرضي شوي نريح بعد البطولة. السلام عليكم، صباح الخير. حياك الله. أشكركم على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله تكون بداية خير لنا ولكم وللشباب بشتى الرياضات في الكويت إن شاء الله. إن شاء الله. الرياضة منتشرة عندنا بالكويت. هي رياضة نسبيا جديدة بالكويت، يعني المركز القصير. شو وداك لها؟ أنا مساكد أطالك وتقولي هذا بفلوريدا وما شاء الله تبتسم بفلوريدا. وتخيم وبيوت. وبحكم ان الخبرات الموجوده بالرياضه هذه كلها خبرات غربيه واجانب، دول اوروبيه والولايات المتحده الامريكيه كذلك. فاحنا بموسم الصيف ما عندنا مكان نقفز فيه بالكويت، لان احنا موسمنا الصيف حر وغبار ما شاء الله، فمن العده واحنا ما نتحمل القفز، فنضطرنا نسافر بالصيف ونتدرب عند الاجانب اللي هم اصحاب الخبره. قاعد اتكلم عن ناس عندها 15000 قفزه 20000 قفزه على مدى 20 30 سنه من حياتهم، خبرة كاملة. احنا نروح اسبوع اسبوعين شهر بالكثير، نحاول كثر ما نقدر نجمع الخبرة هذه ونضغط نفسنا عشان نروح نشارك بكم بطولة اللي هي بنهاية الصيف. علي، قاعد نشوف معك هذا التقرير، او انت وانت تمارس هذه الرياضة، يعني الكل يمكن يعرف اخوك في مجال الرياض، ان انت من عائلة رياضية اصلا، اخوك في مجال رياضة الكرة يمكن في النادي العربي ومنتخب الكويت لكرة القدم احمد عسكر. ليش انت قررت تدش او تاخذ مسار مختلف عنهم في رياضة مختلفة؟ سؤال وايد حلو. السؤال ما شاء الله يردني لسنة 98، عمري 8 سنين، ما شاء الله. هي اول رياضة بلشت فيها اللي هي رياضة الغطس، النقازيات المائية، كنت بنادي الكويت، كنت هم بطل الكويت للناشئين تحت 12 سنة على عمر 10 سنين، وبعدها رحت سباحة وبعدها كرة الماي. وأتوجه بالتحية حق شباب نادي الكويت العاب المائية الربع. فهذه كانت بداياتي الرياضية حالي حال أي شاب كويتي، ومن أجمل الرياضات صراحة كرة الماي. وبعدها ألعب قوة بالمدارس، بعدين رحت أمريكا بعثة خارجية مع وزارة التعليم العالي، بلشت اني اغير رياضاتي شوي، طلعت من مود الالعاب المائيه، دشيت الالعاب القتاليه، جربت شويه كمال اجسام، بعدها ردينا الكويت، بطلوا السنتر مكان القفز، قلت خلينا نجرب. جربت، صار عندي شغف وفضول اكثر على امور ثانيه، ذكرتني بالسباحه، كني قاعد اسبح بس بالهواء بحكم سرعه السقوط. كنك قاعد تسبح بس بالهواء؟ بالهواء اي نعم. ما يخرق نجيب؟ لا يعني لان نجيب يحب الحداق ويحب يعني الانشطه المائيه، فيمكن اذا فكرت فيها بهالطريقه تتغلب على خوفك. يقول ما يخرع. شوفه هو من سرعه سقوطك واصطدامك مع جزيئات الهواء، لما تحرك جسمك يتحرك، تتوجه معاها، تروح يمين تروح يسار، تصعد وتنزل نسبيا مع اللي معاك. واحنا طايحين بس نسبيا تخفف سقوطك وتسرع سقوطك، تتحرك. انت تخفف وتسرع. اي نعم، بوضعيه جسمك اللي يسمونها الارتش، او وضعيه البنانه الموزه، شلون الجسم. كذلك نفس الشيء بالونج سوت، عشان كذي عندك مسافه. مسافه شنو معناتها؟ معناتها تشكل جسمك بطريقه معينه، كونفجر معين، بزاويه معينه، علشان زاويه الهواء تدزك للامام بصوره فعاله افيشنت. الونج سوت اللي يمك هذا؟ ايه موجود نجيب الونج سوت، وهذا قلت يتشكل عليه يعني الحركه من خلال انت شلون تحكم بجسمك. صحيح. ودي أعرف منك، أو يعني نتعمق أكثر في إنجازاتك هذه السنة، يعني عطيتنا شوي نبذة عن الرياضة وعن اللي تستخدمونه الوينج سوت أو غيره من المعدات، فودنا نعرف إنجازك للسنة. طبعاً هذا الموجود اللي قاعد تشوفونه بالفيديوهات، هذا يعتبر المرحلة الأخيرة بعالم الوينج سوت، اللي هو وينج سوت البطولات أو وينج سوت المسابقات. لما تبلش الوينج سوت يكون عندك 200 قفزة، بعدها تبلش باصغر مكسوت اللي تكون صغيره. اصغر يعني صغير. اصغر بوايد، جناحها وايد صغير يكون، لان عالم المكسوت يعتبر
ريستريكتيف وكنترولينج اكثر، فيحتاج وعي اكبر حق القافز، فلازم يكون عندك 200 قفزه. بعدها تبلش مشوارك وتكبر الوينج سوت مع تطوير مهاراتك. بالنسبه للانجازات، السنه طافت كانت اول مشاركه لي بطوله العالم المصغره بالتشيك، جمهوريه التشيك، وتوفقنا ما شاء الله بالفضيه بالسرعه، وحطمت رقمين قياسيين حق اسيا. وما شاء الله بطوله العالم هالسنه اللي هي بطوله الكبر، قدرت اقلب الفضيه حق ذهبيه بالسرعه ما شاء الله. والمسافه اخذ ذهبيه صراحه ما كنت اتوقع، ان ما شاء الله المنافسه كانت وايد قويه، لدرجه ان بيني وبين الثاني 0.1 من بين الثاني جزء بالترتيب بالنقاط العامه حق المسافه. يعني اذا انا سكوري مثلا 100 وهو سكوره 99.9 بالمسافه، والمرتبه الثالثه 99.8، فكانت يعني المنافسه كانت وايد شديده، بس الحمد لله. شنو السرعه؟ انتوا قاعدين نفس بالهواء، وين السرعه؟ عندكم جير فوق ولا شنو؟ هو لو تشوفون الخوذه هذه اللي عندي، الخوذه فيها جهاز جي بي اس يتركب على الخوذه من ورا. هذا الجهاز الجي بي اس هو اللي يحدد موقعك الجغرافي بالسماء بصوره اكس واي زي، ثلاث ارتفاعك وحركتك، سواء الحركه الاماميه وحركه الجانبيه. زين. فالسرعه قاعد نتكلم عنها احنا، السرعه مو الراسيه اللي هي سقوطك من ارتفاع لارتفاع، السرعه الاماميه كيلومتر بالساعه، ايش كثر مساحه قاعد تقطع بالثانيه او بالساعه. هذه لها تكتيك، هذه فيزياء، كلها معادلات فيزيائيه. وايد ناس على بالهم انت بس قد نفسك من الطياره تلبس ونج سوت وخلاص امورك طيبه. لا لا، موضوع يعني فيزيائي بحت جدا جدا، لدرجه ان احنا ندرس الهواء وين ارتفاعات الهواء واتجاه الهواء وسرعه الرياح علشان نستغل هالشيء هذا يعطينا. يعني انت قاعد تتكلم سرعه قصوى بالبطوله، قاعد ندوس احنا 330 كيلومتر بالساعه. الرقم اللي انا حطمت فيه من رقم الاسيا 297 كيلومتر بالساعه. زين، هذه الارقام يعني يا ريت تشرح لنا اياها، شنو الفئات اللي نافست فيها؟ شنو حسبه كل فئه؟ يعني يمكن تقول لنا الفئه، كن نحتاج نعرف شنو يعني. حلو، سؤال وايد مهم، وان شاء الله راح يساعدنا نفهم البطوله اكثر. البطوله عباره عن 9 قفزات، ثلاث جولات. حلو، كل جوله 3 قفزات، فالتوتال عندنا 9 قفزات. كل جوله فيها قفزة سرعة سبيد، وقفزة مسافة، وقفزة وقت تايم. السبيد اللي هي السرعة والتايم عكس بعض. السبيد معناتها أسرع سرعة أمامية تقطع فيها مسافة، التايم أبطأ سرعة أكبر مدة زمنية تقعد فيها فوق، فعكس بعض. في وضع معين، في ارتفاع معين قصدهم؟ إيه، ولا إيه، تطلع من الطيارة على ارتفاع 11000 قدم ولي ارتفاع 5000 قدم، بهالنافذة هذه يقيسون أكبر سرعة لك، هذه قفزة بروحها. حل. بعدين القفزه اللي وراها اطول مسافه تقطعها، يعني احنا الحين قاعد نقطع بالبطوله هذه اللي طافت كيلومتر واحد، 1000 متر واحد، قاعد نقطع 5 كيلومتر قدام. هذه يسمونها جلايد ريشيو 5 to 1. انت مستوعب نجيب؟ لا استاذ، يعني اساسا القفز مو يعني مو يعني خوفني ويقول لي فيزياء، لا انا ما انا خريج شو اسمه تعليم مجاني. لا معي معي ان شاء الله معي. إيه ادبي مو ما ينفع وياكم. لا امورك طيبه ان شاء الله. والثالثه؟ الثالثه اللي هي المسافه، اللي هي الموست تكنيكال، فنيه اكثر، يبي لها مهارات اكثر، لان السرعه يحكمها الوزن والقصر. دائما قصير القامه اللي وزنه كبير تساعده هالشيء هذا. الحين لما قلت لك انا ريشه حلو. مع تفاحه، التفاحه تطيح اسرع من الريشه. حلو؟ طبيعي. فالريشه راح تستفيد بفئة الوقت لأنها راح تقعد فوق أكثر، التفاحة راح تستفيد بفئة السرعة. بس وين اللعب؟ بالمسافة. وين؟ المسافة، لأنه معدل ما بين السرعة وما بين الوقت تبي تصيده. فهني ما شاء الله الأمور الفيزيائية العلمية تدش بحسبة البطولة. زين، رياضتك وايد تخرع، خليني أكون صريح. يعني احنا يمكن، يعني أنا واحد من الناس شفتها بالأفلام، يمكن أنت أول تمارس الرياضة ولا مارسوا احد؟ لا لا، في شباب قبلي ما شاء الله، يعني اذكرهم بالاسم، اخوي مخالف محمد الرفاعي، اخوي فيصل الشرقاوي، اخوي فرحان. قاعد يشاركون في البطولات؟ لا بس ان شاء الله في نيه ان نسوي لنا فريق نمثل منتخب الكويت، لان هم في ما شاء الله في منصه وبوديوم على هذول. قبلك؟ هذول قبلي. نعم قبلك، لكن ما شاركوا. ما شاركوا، وعندهم اهتمامات ثانيه وعندهم مسؤوليات ثانيه، وما شاء الله عليهم. انا مليت وانا اقول واقول يعني هالشباب لو يشاركون معاي راح يبدعون، ومتاكد راح يسوون احسن من اللي انا سويته. زين، ليش اخترت هذه الرياضه؟ يعني نجيب طول اللقاء وهو يتكلم عن مدى خطورتها وشلون صعبه بعد، ف شو اللي خلاك تتجه الى هذه الرياضه؟ يمكن انت في البدايه اعطيتنا
نبذة عن شلون أنت من عائلة رياضة وبديت عدة رياضات وأنت صغير، جربت وحبيت هذه الرياضة، لكن شو اللي خلاك مثل ما قلت في البداية تكون شغوف؟ هو بصراحة يعني هي ما كانت خطط كثر ما هي كانت فرص. بحكم التوفيق الرياضي اللي أنا عشته بصغري ومراهقتي وأنا أكبر، صار عندي فضول أن كل رياضة أمارسها أحب أني أدش بطولة منافسة. ليش؟ تتميز فيها. كل رياضة تمارسها تبي تتميز فيها. وهو مو تميز كثر ما أن أنا بسوي بنش ماركينج، بشوف أنا شنو وضعي أنا الحين، يعني كسباح، كلاعب كرة ماي، كلاعب جيجيتسو، كلاعب كمال أجسام، كسكاي دايفر، أنا مهاراتي وينها وشنو قيمتها؟ هل هي يعني above average under average؟ الواحد لما يكون قاعد بمجتمعه بفقاعته يعتقد أنه هو واو، أو يعتقد أنه هو لا مو قدها، بس لما يروح يدش البطولة هني يصير عندك بنش ماركينج، يصير عندك مرجع رفرنس، وهذا الحلو بالبطولات. فتعرف أنت يعني من البنش مارك أنت وين مستواك بالضبط، شنو يحتاج تطور، شنو يحتاج يمكن تعدل عليه، فهذا اللي خلاك تدش هالنوع من الرياضة. ففرص جات لي فرص ما شاء الله، والشباب اللي موجودين هنا لجنة الأولمبية الكويتية وجه لهم تحية والشكر، يعني أول مرة أول بطولة لي في السنة طافت بطولة عالم، يا جماعة بروح بطولة عالم، ما قالوا لي لا، ما قالوا لي إيش قاعد تسوي، بالعكس شباب أعرفهم يعرفوني. بطولة العالم الصغيرة اللي كانت في الجيش، إيه وورلد كاب كان بطولة هالسنة، لها طعم، لها ظروف خاصة، الله يرحمه ويغفر له الوالد. فكنت في معسكرك، شلون قدرت تتعامل مع هذه الظروف وشلون قدرت تكسب الذهبية؟ والله يعني أنا صار لي 6 سنين أقفز، كل سفرة أسافر فيها إيدي على قلبي وأدعي رب العالمين أن يعني الله يفجعنا قد عزيز وأنا بسفر، وكنت أشياء حاتي بيدتي الله يرحمها لما توفت سيها طافت وأنا كنت موجود، الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاكم يا رب. فهالسفرة هذه وأنا رايح والله سلمت على الوالد وبسته وتوكلنا على الله، قلت له أشوفك بعد شهر، لكن بعد قدر الله وما شاء فعل ورجعت الأداء العزاء ومراسيم العزاء والواجب. كانت أطول رحلة بحياتي والله هذه رحلة العودة أن نسوي العزاء، وبعدها الجماعة والأهل هم ما قصروا، يعني الوالدة قال لي روح كمل مشوارك وارفع راس الوالد، ما شاء الله عليك شاطر وندري فيك. فالتشجيع هذا، واخوي محمد بعد اوجه له التحيات والشكر، قال لي لا تحاتي انا راح اقوم بالواجب، والشيء هذا شجعني وطمني. بس هم يعني 30 يوم كانت صعبه والله، تمرين هناك وكنت بروحي انا بعد، بس عندي هدف ابي اوصله، ابي الناس تعرف علي، تعرف حمزه اللي هو الوالد الله يرحمه. وما شاء الله توقع اقول حق الشباب بالكواليس، سبحان الله يعني هالفوز هذا احلى شيء صار بالنسبه لي انا، هالفوز هذا طبعا بعد رفعت علم الكويت واسم الكويت موجود على منصه والنشيد الوطني، كميه الناس اللي قاعد تدش علي بالسوشيال ميديا وتترحم على الوالد، كان رب العالمين رزق الوالد جديده ودعوات جديده بحكم الفوز هذا، فشيء عجيب والله، هالشيء هذا توفيق رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فعلا نجيب تبي تقول شيء ولا لا؟ لا أوكي. معك انا شفتك انا ساهي بكلامه بالكلام أيه. ساهي بال يعني قاعد افكر بكلامه، قاعد اقول هو حافز، هو شنو كان بالنسبه لك؟ انت كنت محقق فضيه، رديت حققت ذهبيه في ظروف وايد صعبه، عسى الله يرحمه ويغفر له الوالد ان شاء الله. كان تحدي بينك وبين نفسك خاصة مع كلمة الوالدة عسى الله يطول بعمرها؟ اي والله، هو لو تفكر فيها الظروف اللي يمر فيها الانسان هي عبارة عن طاقة حزن، طاقة من الاعصاب، طاقة من الكراهية، طاقة من الحب. فهني الواحد يعني مع دعاء الوالدين، مع التوفيق من رب العالمين، مع الامور اللي هو متبنيها بحياته، البوصلة الاخلاقية والقيم الاخلاقية والفكر العقائدي، يعرف شلون ممكن او يحاول انه يحول هذه الطاقات كلها باتجاه معين بصوره معينه عشان يطلع بنتيجه طيبه. فاعتقد اني رب العالمين وفقني الحمد لله، فضل دعاء الوالده والناس الطيبين ربي واهلي، توفقنا بهالنتيجه الطيبه الحمد لله. وشفت الدعم مثل ما قلت من كل الناس وخصوصا من الوالده الله يحفظها، يعني اعطتك هذا الدافع انك تستمر، ويعني يمكن يكون انت منافس نفسك في هذه البطولة خصوصا، وقدرت يعني تخلي الكل يفخر فيك أكيد. ودي أرجع وياك قبل ما نختم لقائنا لليوم إلى أول مرة
نطيت فيها شنو كان شعورك؟ وهل كنت متخيل انك فعلا بتحقق هالانجازات في هذه الرياضه؟ والله شوفي اول نطه يعني كل ما البس بدله جديده بدله مجنحه جديده اول نطه فيها شعور الخوف مال اول قفزه هي اللي مرت ما تشيك مشققه شيء بلا بنهايه هو مخيط زين فنفحص نشيك العده والخوذه وكل شيء يعني في اجراءات سلامه نمشي عليها عشان الواحد يتاكد فشعور الخوف والربكه دائما موجود بس دائما اقول حق الناس في لحظه انا اوقف فيها عند الباب قبل لا اطلع احس ان انا تحت يعني رحمه الله الكامله التامه احنا نعتقد انا عندي باراشوت عندي نايلون اموري طيبه كل شيء راح يشتغل بس في الواقع احنا تحت رحمه الله تماما يعني دائما تحت رحمه الله ايوه فانا بالنسبه لي التجربه هذه الحلوه الاحساس هذا الجميل اللي كل ما اوقف عند الباب فيعني بالنسبه لي يعني قمه التوكل على الله والثقه بالله حلو اليقين فعلا حلو اليقين وحلو التوكل سواء انت بالسماء ولا مثل ما قلت نجيب دائما هذا الشعور موجود صراحة احنا وايد اسعدنا لقائك علي اليوم ونتمنى لك يعني نجاحات كل شيء تقدمه او اي رياضه تحب انك تنافس فيها طبعا كان معنا علي عسكر بطل رياضه القمة ظلي بالبدله المجنحه طبعا نتمنى له التوفيق ومنها للاعلى انا قبل لا ختمنا بس جوابك بإي ولا لا تنصح غيرك يتجه حق هذه الرياضه اي نعم رحنا كل الشكر لكم مشاهدي الكرام شكرا لمتابعتكم شكرا لأسرة البرنامج شكرا لك علي شكرا لك فجر شكرا نشوفكم على خير الى اللقاء